في مشهد ثقافي يحمل عبق تاريخ سوريا ورموز مدنها، يسعى هؤلاء الشباب السوريين في جامعة فيلادلفيا بمحافظة جرش الأردنية إلى لفت أنظار العالم تجاه مأساة السوريين، وذلك ضمن فعالية احتفالية أطلقوا عليها شعار بلمتنا بتكمل فرحتنا. نظمنا فعالية بعنوان بلمتنا بتكمل فرحتنا بجامعة فيلادلفيا لنوصل صوتنا لكل العالم إنه نحن إيد واحدة. وطبعاً اليوم كانت فعالية كتير رائعة، كان فيها التراث السوري، عرض التراث السوري إلى جانب المطبخ السوري. كان عندنا فكرة إنه نبلش نعمل حفل للجالية السورية اللي هو بعمان جامعة فيلادلفيا، مشان نجمع الطلاب السوريين اللي عددهم كبير بجامعتنا، وعملنا مجسمات بتعبر عن مناطقنا بسوريا. أنشطة متنوعة قدمها طلاب سوريون، من بينها حفلا غنائيا أحياه الفنان السوري الشاب محمد كندو. أكثر شيء شفته بالفعالية هاي بتحس في تراحم فعلا بين الناس، أكثر بيصير يعني الحموي بيصير يحب الشامي، ويعني في تراحم بين كل المدن لأنه كلهم سوريين بمكان واحد من كل شرائح المجتمع. إضافة إلى ورش عمل ومصنوعات حرفية وفنية تظهر ملامح التراث والثقافة السورية. بنقول إنه نحن مهما صار فينا ومهما صار بالبلد ومهما صار بالسوريين ومهما تهجروا وصاروا بأي مكان، نحن موجودين عم نبدع وفينا وبنقدر نحيي الفرح بكل مكان. شعب خلق لحتى يفرح، ما خلق لحتى يموت. حضر الفعالية طلبة من جنسيات مختلفة وعاشوا أجواء التراث السوري، لتكون ليست مجرد احتفالية بقدر ما هي رسالة إنسانية تحاول هذه الصور على الجدار هنا إيصالها للعالم. إحنا طلاب جامعة فيلادلفيا الحمد لله وصلنا لهذا الشيء، عبارة عن مجهود طلابي، لا جهة دعمتنا ولا إشي. كل إشي كان موجود بعد الحفل إحنا تعبنا عليه وسرنا عليه، والحمد لله وصلنا لنتيجة الحمد لله مرضية للجميع. تخلل الحفل مسرحية وكلمات لعدد من السوريين الذين أكدوا على وحدة سوريا وأبنائها ونبذ التفرقة بجميع أشكالها. فعالية تراثية ثقافية نظمها شبان سوريون هنا في الأردن ليوصلوا رسالة إلى العالم، مفادها نحن السوريون موجودون لا للحرب. أمير عبد الباقي، أورينت نيوز، جرش.